لسه مكملين في مباريات دوري ابطال اوروبا، ونروح المره دي لريال مدريد واللي خسر امبارح امام لايبزيج الالماني بنتيجه 3-2 بعد 20 مباراه بلا هزيمه في كل البطولات بدايه من يوم 8 مايو اللي فات. طبعا ريال مدريد خسر وهزم للمره الاولى، وطبعا ريال مدريد كان ضيف على لايبزيج في ملعب ريد بول ارينا ضمن خامس جولات دوري ابطال اوروبا على حساب المجموعه السادسه. سجل اهداف لايبزيج جوسكو جيفارديول، كريستوفر نكوكو، وسيمو فيرنر، وسجل اهداف ريال فينيسيوس جونيور وكمان رودريجو. المباراه دي شهدت غيابات كبيره عن الفريق الملكي في اللقاء، ويكفي ان انا اقول لكم ان ريال مدريد دخل اللقاء ده بدون كريم بنزيما افضل لاعب في العالم، وكمان فالفيردي اللاعب المتالق مؤخرا، كمان لوكا مودريتش نجم خط الوسط المدريدي كان غايب عن اللقاء، كمان ريال كان ضامن جدا ضامن كده طبعا التأهل يكفيه الفوز في الجولة الأخيرة عشان يضمن تصدره للمجموعة. كمان في نفس المجموعة السادسة تعادل سالتك إيجابيا بهدف لمثله مع منافسه شختار دونتسك، وبنتائج دي بيتجمد رصيد ريال مدريد عند 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة، ولايبزيج بيجي تاني بتسع نقاط، شختار بيجي تالت بست نقاط، وأخيرا سالتك بيجي بنقطتين.